خالد لا تتضايق مني، بس عمك معه حق تأجيل خطبك. كيف يعني معه حق؟ هلا انت حاول تشوف الموضوع من وجهة نظر بيت عمك، مو من وجهة نظرك انت. يعني حط حالك محل اذا انت عندك بنت وحيدة بتقبل تجوزها وتبعتها على مكان انت بتعرف انه ما فيك تشوفها فيه بحياتك الا من خلال الحواجز والاسلاك الشائكة وحق الالغام. ليش عم صعب عليك لهالقد؟ لانه هي بالاساس صعبة يا خالد. يعني جوازتك من كندا ورحتك انت وياها على الجولان معناتها انه فاتت على منطقة محظورة تحت الاحتلال. يعني البنت ما بقى تقدر ترجع على الشام وراح تنحرم من اهلها ومن بلدها كل عمرها. صعبة ولا مو صعبة؟ بس انت معي ولا معه؟ لك يا اخي انا معك بس انا مع الحق كمان. طيب والحب شو بنعمل فيه؟ بدك تطول بالك، القرار مو سهل والظرف صعب عليك وعلى بيت عمك. طيب برايك مين بيحل هالقصه كلها؟ حل بايد امريكا واسرائيل والامم المتحده، وهات حل اذا تنحل. بنتي وحده سي فود باسكت. أكيد شايفتيني بالمحل. غير المحل، وين شايفتكم؟ والله بعرفش. أه؟ مو بالجامعة؟ إيه بالجامعة. أنا سنة رابعة أدب عربي، تخرج. وشب رفيقك؟ مين أسامة؟ رفيقك اللي ورا الستاند اسمه أسامة؟ إيه اسمه أسامة، علم نفس سنة ثالثة. وحضرتي كأنه مكترين مايونيز. إذا بتحبي بغير لك إياها. لا ميرسي. أهلا وسهلا. السياحة والسفر بالبلد كلياتها بديع. بديع لا تقعد تشرح لي ظروفك وظروف الشغل، ماني فاضي لكل هذا الأكل الهوى، أعطيني حل عملي يا أخي. من هديك المرة قلت لك إنه مدام هناء مديرة الكنترول هي الحل الوحيد إلك وإلي، أنت زبطها وأنا بمشي لك كل شغلك، بس بيكون تحت توقيعها تحت مسؤوليتها، ما حدا بالشركة بيقدر يفتح تمه. لك يا بديع، قلت لك هناء صرت حاكي معها ألف مرة، ما في فايدة، فالج لا تعالج، لساتها ما سكت لي شغلة المبادئ. طب رجع احكي معها مرة تانية. ما حكينا معها، ميبسة راسها من الله. معناته ما قلنا غير غير شو؟ نشغلها معنا حتى لو مو موافقة. ايوه شلون هي بقى؟ هي بدها قوة قلب استاذ، لأنه يعني طريقة هيك فيه لف ودوران. هلا أنا ما بيهمني شكل الطريق، أنا بيهمني أصل للي بدي إياه. منفوت على الكمبيوتر الشخصي ومنشيل أسماء ومنحط أسماء الركاب اللي أنت بدك إياهم، بس بيكون تحت مسؤوليتها. يعني بس هي بنعملها مرة مرتين وبعدين بده ينكشف تلاعب. إيه بتكون وقتها رجليها صارت بالفلقة، وإذا حكي بيكون إلك مع حكي تاني. يا أخو المحلوشة، والله اللي ما بيعرفك بيجهلك لك بديع، والله تاريخ مو قليل. ها شكراً أستاذ، بس هلأ نحن لازم نلاقي طريقة مشان نقدر نفوت على جهاز الخاص بالشركة. هاي ترك علي، هاي أنا اللي بدبرها. صحتك. خلص حيجتي ما عاد فيني. لك حازي هذا الزلمة اللي هوني مو قريبة؟ عماد الناجي قرايبة لإلنا. لك خلص حاجة تطلع شبك شلقت الدباب هلأ بينتبه علينا. وشلقت الدباب يا زلمة وشلقت الدباب يعني؟ أنت ليش ما بتطيقوا لهذا الزلمة؟ والله باين أنتو محترم. أخي هيك أنا ما بطيقوا، أخو مرائي شي؟ ماني أخو مرائك لا. روّق روّق. لك حاجة تطلع هي هي انتبه لنا. سنة هذا اللي معه كأني شايفه.
ليش عم تخوفني؟ عم خوفك لأنه الدنيا توسخت كتير، لأنه لساتني بخاف عليكي. معقول يا هناء؟ شو صار لك؟ ليش عم تفتحي على حالك دفاتر صارت قديمة؟ إذا بعدك مفكرتي الشاب اللي كان يوقف تحت المطر والبرد لحتى يشوفك وانتي عم تمرقي من ورا الشباك وبرداية عم يطير الهواء، فبتكوني غلطانة كتير. عماد هلأ صار واحد تاني، وغلطتك القديمة بحقه ما رح ينساها كل العمر. آه يا عماد، بس لو تعرف ليش صار كل هالشي يمكن تقدر تسامحني. هذا الموشح تبعك اليوم، طيب شو بساوي انا هيك ظرفي؟ ان شاء الله مفكرتيني مبسوطه كثير على هالوضع. طيب شو رايك لاقي لك شي شوفير ادمي يجي ياخذ هالبنت من المدرسه؟ بدك ياني امن بنت صغيره مع شوفير غريب؟ شو بنا ام مازن، شو مانك سمعانه شو عم يصير بهالدنيا؟ سكي عم تحصلي مني اكثر من نص راتبك بهالمدرسه، بقى لها شو كتر النق. اي والله من خوفي عليك وعلى هالصغيره. يلا ماما خلينا نروح، كثير تعبانه. امشي تقريني بخاطرك ام مازن. مع السلامه. لك شو بك يا زلمه؟ في حدا بدق الباب بهالطريقه هاي؟ بعد النسيان انا مو لحالي بالبيت. حقك علي معلم، من فوق ما لي جايب لك صيده مرتبه. صيده؟ صيده شو؟ معقول معلم؟ على الباب بدي احكي لك اياها، فوت غير اواعيك وانا بستناك عند بغياس، وعلى الطريق بحكي لك اياها. يلا روح. أهلين أستاذ عمار، بعد زمان والله. تفضل خلينا نكسبك على فنجان قهوة. لا لا معلش، مرة تانية اليوم مستعجل. خير أستاذ، كمبيوترات المكتب بدون صيانة شي؟ لا بس في عندي جهاز عليه كلمة سر ونسيتها، يعني كيف بدي افتحه؟ بسيطة أستاذ، ما في مشكلة، جيب لي إياها لهون أو ببعث لك حدا من الشباب اللي عندي يشوف لك إياها.
لا ما في داعي تعذب حالك، انت بس قل لي كيف وانا بتصرف. لكن خليني اعمل تليفون لهالشاب لانه هو بيفهم اكثر مني بهيك شغله. مو هلا، حاكي بعدين. هو المهم خلي سجل لي الطريقه خطوه خطوه، وانا يا المسا بمر يا بكره وباخذ ورقه منك. اوكي تكرم عينك، لكن ساعتين بالكثير وبتكون الورقه بانتظارك. خلي لي اياك. شكرا، يسلموا ايديك. يا قصي. أهلين نزيل، كيفك؟ وإني أنا؟ والله تحت هالشمس عم أشحن حالي للمساء. تكاني هلا؟ يلا هلا شي ساعة أكون عندك. منين؟ ماشي. أهلا أهلا أهلا. شو لوين رايه؟ رايه تسبى ولا عجبتك قعدتي بالبيت يعني؟ مع مين كنت عم تحكي؟ هي جارتنا الدكتورة وبنتها. قلت لك تعرفي عليهم وحوسي بالبيت، بس ما في داعي للأخذ والعطا كتير، لأنه كتر الحكي يا خانم بيجيب وجع راس نحن بغنى عنه، فهمتي؟ لا لا معلش، ما كتير عجبني المحل، خلينا نغيره. شو القصة عصام؟ هي تاني مرة مفوت على محل وبتغيره. لا ولا شي، بس أنا ما كتير حبيت هذا المحل، ما ارتحت له، بعدين كتير قريب من الشارع، أحسن ما يشوفنا شي حدا. منكم شي ونصير بشي، خلينا نمشي. مثل ما بدك. مرحبا عمو. اهلا عمو. مفيد عندكم جوا؟ ايه فوت مدخله فوت. يلا خاطرك عمي قياس. بقى وينك يا زلمه؟ ساعة لك شو ساعة؟ يا دوب اخذ شفة شاي وقال الولد بدك اياه يطلع لعندك فورا. هذا الولد ابن ابو قياس؟ ايه ليش عم تسأل؟ وغياز زلم اختيار، يعني قديش مفكر حالي بدي اعيش لحتى يجيب لي ولد باخر عمره يربيه. لك هلا انت شو بدك بالرجال؟ ولا كمان هذا من اختصاصكم؟ اهم شيء قطع عمره. وين الصيد اللي مرتبه؟ هذا يا سيدي من المعظميه، في ناس عم تعمل مخالفه تهريب واليوم بدهم يصبوا السقف. حاسس حالك هون احسن؟ يعني هون المكان اروع ما؟ مشتاق يقعد معك شي مرة ما تكون نظرة بعيونك. أي نظرة؟ نظرة القلق والخوف وقت بتكون معي. لا لا ما في شي أبدا، بس أنا يعني شردت شوي بالطلاب والجامعة. طيب رح أعمل حالي صدقتك وطنش. شو بتحبي تشربي قبل العتب؟ مثل العادة لو سمحت. تفضل أستاذ. نين إكسبريسو ونينة مي بارد إذا بتري. تكرم شي غيره؟ تريدي شي كمان؟ لا يسلم. ماشي، هاي كل طلباتنا لو سمحت، بس بسرعة إذا بتريد. لا لا. ليش يعني بسرعة؟ مستعجل على شي؟ لا حبيبتي، شو قصتك أنت اليوم؟ من أول ما التقينا نازلة فيه حابب أشرب معك إكسبريس وبس. هلا ليلي بسمتك يعني هلا أنت امبارح من كتر ما اشتقتي لي قدرتي تنامي طول الليل؟ ما صار معي؟ هلا مو هذا حديثنا. لكن شو حديثنا؟ قليلي
أنا اليوم ما عندي غير الحب أحكي فيه. عن جد عصام؟ طيب قلي كيفك؟ صلي زمان ما قعدت معك وسمعتك، حسيتك كتير بعيد عني. سنة أنا مشتاق لك، مشتاق لك كتير، مشتاق لكل شي فيكي. صدقيني لما أنت ما بتكوني معي، لما بتضم إيدي هيك وبشمهم بشم ريحتك فيهم، أنا مشتاق لعيونك، مشتاق لوشك، لابتسامتك الحلوة، لضحكتك، مشتاق لدمعتك اللي لما بتنزل بتحرق قلبي. سلامة قلبك. وقلبك اللي لي هلأ ليش متضايق مني؟ ليش نصرت العتبة هيك؟ بعد كل هالحكي شو عاد ينفع العتب؟ سرقت شو لك هبلة؟ مجنونة انتي؟ كلهم مفتاحين بدنا ندور فيهم بالدرج على واحد سبير فيه وشوية وراء لازم شوفهم. اي كل القصة، لا رح نسرق ولا رح نمد ايدنا على شيء. بس ما يكون فيها اذى للست هنا استاذ، يعني حرام ما بتستاهل اذية. لك سميرة شو بكي انتي؟ شو نسياني انه هنا بنت خالتي انا؟ رح تخافي عليها اكثر مني؟ بس مزبوط يعني بس لا بس ولا شيء، وهاتي المفاتيح روح بعمل نسخة عليهم نص ساعة وبرجع بلاقيكي هون، تكوني قضيتي مشوارك بالصيدلية. هاتي ستي. الله يرزقك يا أستاذ. واقف انت ويا ولاد، تعال تعال وقف 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 وقف، حط هذا شو بالايد. روح لا انت ويا، ما بتعرف انه العمارة ممنوع هون؟ مفيد نعم علي، حفظ لي على الاغراض اللي هون بالسيارة كمان. شو حاضر. خير خير سيدنا. انت صاحب البيت اللي عم يتعمر؟ اي والله يا سيدنا انا صاحب البيت، تفضلوا. والله الله يخرب لك يا فوق راسها. مفيد حاكي الشباب البلدية خليهم يجوا يهدوا لشوف. امرك معلم. يا سيدنا طول بالك الله يوفقك، والله الدنيا اخذوا عطاء. تفضلوا شربنا كاسة شاي بنحكي. معك ترخيص بالعمار؟ والله القرنة كلها مو مرخصة يا سيدنا، بعدين ما في اساسا طابو. اها يعني من الاساس مخالف. مفيد احكي مع البلدية خليهم يجوا يهدوا. دومر معلم دومر. طول بالك علينا يا سيدنا مشان الله، والله نحن جماعة درويش على باب الله. تفضل نشربنا كاسة شاي ونحكي. يلا كلهم عنده نفس الحجة. فوت لشو انت شو عم تسوي هون انت؟ يلا يلا من هونك ان شاء الله اشوفك هون. هاتي لشوف، هاتي. دواء؟ مهدئات؟ لشهد ما؟ ليش ما عم تردي؟ احكي. ايه مدام، ايه شهد طلبت مني جيب لها. انا كم مرة نبهت عليكي انه ممنوع يفوت دواء على البيت الا بعلمي وخاصة لشهد. والله يا مدام انا ما دخلني، هي ما حلت عني لحتى رحت على الصيدليه وجبته. ماشي على كل حسابك، مو هلا روحي شغلك. روحي. وبعدين معها البيت وبعدين you
هي 10,000 ليرة، ليرة تنطح ليرة. شو 10,000؟ قدامي الزلمة أعطاك 30,000 ليرة. الله وكيلك ما أعطاني إلا 25,000 ليرة، بعدين أنت شفت بعينك، من إيده لجيبتي وليكك معي من الصبح، تعال تعدهم؟ لا ما بدي أعدهم، 10,000 10,000، هات. افرد يا خلقة. ولك افردها. نزل إيدك هيك وقل لي، شمينته والحديد شو بدنا نعمل فيهم؟ مثل العادة، بنبيعهم لأبو فادي الباطنجي. أبو فادي من وقت ما وقع وانكسر ظهره بطل القصة كلها. أيوه. هلا على حظنا التاني وقع وانعطى، خلص بكره انت بتلاقي لك شيء صرفي لهم وبتدفرهم. يلا كل الشغل مشان 10,000. ولك شو بك صاير نقاق مثل النسوان انت؟ خلص بكره بس بيع الحديد وشمينته بأملك حصه مرتبه منيح هيك. يلا هوينا احر. ماشي الله ييسر لك. خير شبكي؟ شو صاير ليك؟ دخيلك يا زهير، حاسه راسي رح يطق، ما عم بقدر اتحمل هذا الوجع. بسيطه بسيطه، قوم اغلي لك كاسه شاي بتصيري اخر رواق. كسرت شعري اكثر من 3 كاسات شاي، ما عم يعملوا معي شيء، بعدين حاسه جسمي مثل النار. هذا لانك ما عم تعرفي تعملي الشاي على اصوله. خلص خليكي انت مرتاحه، انا رح اسوي لك كاسه شاي تروقي فيها وتصيري تمام. هلا الواحد ما في فرح اذا ما في قصه؟ لا بلا بيقدر الواحد يكون مبسوط اذا ما في قصه، بس انت رفيقتي وبعرفك ما بتفرحي ولا بتزعلي الا اذا هذا الشيء كان له علاقه بمين يا حزرك؟ طبعا بعصام. مزبوط حذرتي، بتعرفي شو مشكلتي معك؟ انه دائما كاشفتيني ما فيني اخبي عنك شيء. لك عيونك هن اللي ما بيقدروا يخبوا، لا بيقدروا يخبوا فرحهم لا بيقدروا يخبوا حزنهم. بس سالتي حالك قديش هالفرحه رح تدوم؟ لحظه، دقيقه، سنه، يوم. المهم أنا كتير كتير مبسوطة ناهد، كتير مبسوطة. إيه؟ الحمد لله، كتر خيره والله، ضحك على عقلك كم كلمة حلوين، ويا حسرتي، جاية ترمي فرحتك بحضني، وهلا هو بيكون عند مرته وأولاده، مزبوط؟ ناهد، بوس إيدك لا تخربيها علي مشان الله. هلا هيك؟ أنا بدي أخربها عليكي؟ إيه؟ لك لا مو هيك، بس يعني بس شو؟ لك أنت عيونك لما بيفرح وقلبي من جوا بيفرح. ولا ما بتعرفي غلاوتك يا جدبة؟ كل ما هيك قصدت. لك أنا بعرف شو اللي قصدتي وأنا ماني زعلانة منك، بس أنا زعلانة عليكي، خايفة هالحب يطفي لك لمعة عيونك. فرحي إيه فرحي وحبي لعصام، ما عم قلك لا، بس لا تطيري بكلامه لبعيد، خلي رجليك على الأرض، لأنه شايفة هاد الكلام اللي عم يقلك يا كله بيروح، بيروح وبينسى بلحظة بيكون بحضن مرته وولاده. أهلين حبيبي. أهلين، كيفك؟ منيحة. أنا آسف تأخرت شوي، كان عندنا شغل. لا حبيبي معلي، ما حسيت بالوقت على فكرة، الأولاد هلكوني اليوم. يعني مانك قلقانة علي؟ طول ما قلبي مطمنة عليك ما بقلق. شو نسيت إنه حدسي قوي؟ تسلم لي قلبك حبيبتي. Thank you.
أمي فاطمة. فاطمة أمي اشربي أمي. هلا بتروقي وبتصيري على العال. على مهلك على مهلك على مهلك. ما حتصدق تقول شياطينه كانت راكبتني وهلا لحتى طلعت من راسي. يسلم ايديك سهير. خلي كل هالخير يطمر فيكي لك فطوم. دللي صحتين. يا زلمه فلقتني مسكولا. اتكرم لك شي مره استحي على حالك ودق على القليله قلي الو سكر بس. ولك يا اخي انت كريم ونحن مستاهل. بعدين انا وين بدي الاقي واحد مثلك هيك يدفع لي فاتوره موبايلي؟ لك الله يخلينا يعني. هلا قلي شو بدك؟ ليش ادفني كل هالادفه؟ لك شغلي فاضي فاضي بس المهتم فيه نزيل. يعني في زبون طالبه منه عد كيف وهالزبون تقيل وله شغل معه هيك. ايوه وشو هي هالشغله بقى اللي السيد نزير بده اياها وما بتتاجل لبكره؟ طيب فوت احكي معه اذا بدك. لك شو صاير لك ولا قصي؟ ولا كانك بتعرفني يا زلمه. انا كم مره صرت قايل لك اخي انا ما بحب شوفه لهذا الزلمه. ما بدي انزع مسايه وعكر مزاجي بغلاصته وتقل دمه. يي ولك والله حرام عليك. الزلمه بيعزك والله. شو لمعلوماتك اللي مثل نزير ما بتهمه غير مصلحته. فهم بقى حاجه تتغشم. هلا اتركنا من هذا الحكي. اللي شو هي الشغله؟ لك شغله فاضي شو اسمه كلمه سر على جهاز الكمبيوتر عرفت كيف؟ وصاحبها نسيها وبده وصفه ليفتح جهازه عرفت كيف؟ بسيطه يعيد فرمت الجهاز او اذا بده يبعثنا الهارد لعنا نحن بنفتحه. ما بينفع لا هيك ولا هيك. يعني انا قلت له نزير هالحكي بس هو ما وافق. وليش؟ لكن الزلمة حاطت على جهاز الكمبيوتر تبعه كل المعلومات والشغلات الخاصة تبعته وما بده يبعته لعند حدا ولا بده يفرمته مشان خايف هيك ما يطير شيء معلوم من هالمعلومات. ايه فبدي اياك تسجلي على ورقة صغيرة شو الواحد لازم يعمل مشان يفوت على هالجهاز هيك وصفي. لك قصي شامم هيك ريحة مو نظيفة لا من هالشغلة ولا من هالزبون. ريحة شو؟ وبعدين نحن شو دخلنا بالريحه؟ نحن بنعطيها الوصفه وبنقبض عليها وهن ان شاء الله تطلع ريحتهم لاخر الدنيا. قلتك هات معك ورقه وقلم. ورقه وقلم ورقه وقلم ورقه قلم معي قلم. اعطيني باكت دخان تبعك. اعطيني هات دوم. شرف يسلموا ايديك. خلي لياك. شرفتوا استاذ عماد. الله يسلمك. واي خدمه بتعوزها انا جاهز ان شاء الله. تسلم. الله يديمك. الله معكم. صباح الخير. صباح. بابا موجود؟ ايه موجود. بس احكي لي. يلا. لو تضرب الموديل فكرنا شي واحد كبير. يا ارتعبت عن جد؟ ايه. صارع؟ وإيش رأيك أنت؟ هذا منظر واحد طالع
ولا منظر واحد بده يقعد وياكل ويشرب ويتطلع بعيونك بالليل يا عيني بالليل. الله يعطينا خيرك. يعني بتكاش تفطر معانا؟ لا يا ستي، بديش افطر وبديش احكي مع حدا وبديش اشوف حدا. ارتحتي؟ هيك مزبوطين، يرجع عدو. مضبوط ابو غياث مضبوط، واني ان شاء الله على الوعد ارجع لك المبلغ كامل، واذا ما رجعت المبلغ تاخذ الطرطيره باللي عليها، وهاي الورقه يمك وابو وليد شاهد. ان شاء الله بترجع له اياهم بأقرب وقت، وكل مين بيرجع له حقه. الله كريم، يلا مع السلامه. منير خير ابو غياث. سيك هدول حق بدونات المي تبع هذاك اليوم، نسيت حاسبك فيهم. شنو الحكي يا ابو غياث؟ اصلا والله ما اخذهم. لا تحلف ولا تتحلف، هذا حقك، وانا ما بحب اترك لحدا شيء بزمتي. بس على قولتكم يعني مو حرزانين. هذا حقك وانا رجال حقاني، بحب اعطي الناس حقها واخذ من الناس حقي بالكامل وبوقته. فهمت علي منير؟ سيك فهمت ابو غياث والله. مرحبا ابو حديد. الحمد لله لحقت عليك. تفضل. ايش هدول لك يا مولاي؟ ال3000 اللي اخذتهم منك. كيف دبرتي؟ لتكون تدينتن يا ولد. والله لو عملها بحياتي بحكي معك كلمه، فاهم؟ لا والله عم بحبيب، بس ولد عمي بغداد دزوا لي كم فلس واليوم صرفتها. هسه كثير اوضاعهم متحسنه حتى يبعثوا لك مصاري ويساعدوك. ولك ايش تحكي علي يا منير؟ رجعهن رجعهن. عمي ابو حبيب صدقني ما محتاجهم، الله يخليك تاخذهم. لا يا منير، معناها انت معتبرني غريب. لا والله عمي ابو حبيب، بس يعني عزت علي نفسي. وين كنت وين هسه انا؟ اخ الدنيا عملت فينا كلنا يا ابا. بس انت ارفع راسك لفوق، ارفعه لفوق، كل اشي بيروح وبيرجع الا الكرامه يا ابني. إذا راحت بترجعش. ها وانت كرامتك محفوظة فوق روسنا كلنا، ارفع راسك. تسلم عمي تسلم. الله يلعن أبو إسرائيل على أبو أميركا، لأن الحقها إحنا. اليوم يا بديع، اليوم بتعمل جهدك تفوت على جهازها وتبدل الأسماء وتأكد لحجوزات زبايني. هاي الورقة فيها الباسورد تبع الجهاز وهدول المفاتيح تبع المكتب. ايمتى ما بدك بتفوت وبتطلع على مكتبها. اوكي؟ بس بخاف ما يصح لي اليوم. اليوم يا بديع، اليوم وعدت الزباين سلموا الحجوزات اليوم. اوكي؟ شو بتشرب؟ ولا شيء، اخذ اذن من الشغل ساعه، ما بدي اتاخر. طيب مثل ما اتفقنا هاليوم، بانتظار تليفونك. خير. الله معك. بعدين سناء، شو حكيتي مع الزباين؟ هلا مو هذا بديع موظف شركة الطيران؟ ايه بديع جاي قصدني بخدمة. مالتي لي، حكيتي مع الزباين؟ كيف بدك يعني احكي معهم؟ قولن انه الحجوزات اوكي واخذ منهم المصاري، قولن على مواعيد السفر. انا لهلا ما قدرت امن حجز ولا على اي رحلة طالبينها، كله لساته على الانتظار. لك يا سناء، صرت قايل لك 1000 مرة، الحجوزات لا تاكلي همها، انا راح اقدر امنها. هلا اديك المرة، الحجز تبع الجروب ما وعدتك انه اوكي؟ صار ولا ما صار؟ مزبوط صار هديك المرة، بس مو كل مرة تسلم الجرة. يعني خلينا نحط احتمال 1% انه ما يزبط معنا الحجز. شو بدنا نعمل؟ انا برأيي منأكد الحجوزات بالاول بعدين مناخد منه المصاري، ولا مننام بين القبور ولا منشوف منامات بشعة. مين المدير بهالمكتب؟ انا ولا انت؟ ما حدا عم يتعدى استاذ عماد، بس انا بيعنيني كتير سمعت المكتب وسمعتك. يعني إذا ما قدرنا نأمن الحجوزات بعد ما بناخذ منه المصاري منبين كأنه نصبنا عليهم. لا تخافي، الحجز رح يتأمن، وبتاخذي من كل زبون حق التذكرة وفوقها 1500 ليرة زيادة. ليش 1500 كمان؟ ليش؟ حق الحجز اللي عم نأمنه
ولا ان شاء الله فكرتي انه هذا ببلاش ما عم ندفع عليه مصاري؟